قال الفقير أحمد بن الطيب: أحمد يرجو رحمة المجيب. الحمد لله الذي تفضلا وأنزل القرآن نورا للملا، هدى به من شاء من عباده، موفقا له إلى رشاده. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه الأعيان وقارئي ومقرئي القرآن. وبعد، قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيد، فليتفهمنه بالإتقان من يبغي قراءة على الوجه الحسن. والله فضلا ينشر النفع به في خلقه بالمصطفى وصحبه. حروف الهجاء وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء حتما وهي في سواه بالواو ويا وألف ودون صورة، فما للهمزة مميز يخصها من صورة، بل يستعيرون لها صورة ما مر لتخفيف إليه علما. والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صافى أمن، فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء تقع، إذ تلزم السكون والفتح لما تليه فاحتاجت لحرف قدما. فاختيرت اللام وقالوا لا ملف، أي لفظها بهذه اللام عرف، إذ قد توصلوا للام سكنت أي لام أل بألف تحركت أي همزة، فعكسوا ذا في الألف مع أن لا حرف له معنى ألف. فمن يكن عن ألف قد سئلا بأن يبين لفظها يقول لا، والمد والقصر جميعا رويا في با وتا وثا وحا وخا ويا ورا وقا وظا وفا وها، فزد همزة إن شئت ودع إن لم ترد. ولغة القصر بها الذكر ورد، ومن يعد الزاي منها لم يرد، ولكن الزاي بياء أشهر وجاء زي دون زين فانظروا. وقولهم في ذي حروف إنما يعنون أسماء الحروف فاعلما، أما الحروف وهي المسمى فتلك ألفاظ بذي تسمى. وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها وصف، ساكن أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة، مثاله ببيب إب للباء، وقس على ذا سائر الهجاء، وساغ لابتدى بها وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن. فست عشرة من الأحوال للحرف في وقف وفي اتصال، إن خفف الحرف كذا إن شددا، وزد ثلاثة لخف في ابتدا. فأت إذا نطقت بالمحركة بهاء سكت النحو كه وكه وكه، وإن ترد نطقا بما منها سكن فهمزة مكسورة بهبدأ، والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكن. وكل ما شدد في وزان حرفين ساكن بضمن ثاني، مثال همز شددوا سؤال وليس في الذكر له مثال. وأهمل استعمال واو سكنت من بعد كسر وبياء قلبت، وهكذا إن تسكن اليا بعد ضم فقلبها واوا لديه منحتم. الحروف الفرعية، واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت لفائدة، كقصد تخفيف وقد تفرعت من تلك كالهمزة حين سهلت، وألف كالياء إذ تمال، والصاد كالزاي كما قد قالوا، والياء كالواو كقيل مما، كسر ابتدائه أشم ضما، والألف التي تراها فخمت، وهكذا اللام إذا ما غلظت، والنون عدوها إذا لم يظهروا، قلت كذا كالميم فيما يظهر. الحركات الثلاث والسكون، والحركات وردت أصلية، وهي الثلاث وأتت فرعية، وهي التي قبل الذي أميلا، وكسرة كضمة كقيلا. وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أو إشباعا أو أن تغيرا، بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي، فمزج بعضها ببعض إنما
يجوز في الفرع الذي تقدما، وحيث أشبعت فقد ولدت مد، ولم يجز إلا بحرف انفرد، أعني به هاء الضمير بعدما حرك نحو إنه به سما، فتصل الهاء بواو أو بيا وصلا إذا محرك قد وليا، والنقص روم أو هو اختلاس، وليس كل منهما ينقاس، بل هو مختص كروم الحرف إن يكسر ويضم حال الوقف، والاختلاس في نعما أرنا ونحو بارككم ولا تأمننا، ولا تعدوا لا يهدي إلا وهم يخصمون فدر الكلا، وقد يعبرون عن ترك الصلة للها بالاختلاس وهي مكملة، لأن وصلها بذاك قدرا تمام تحريك لها به يرى، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح افهمي، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف، والياء في مخرجها الذي عرف، فإن ترى القارئ لن تنطبقا شفاهه بالضم كن محققا، بأنه منتقص ما ضما، والواجب النطق به متما، كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما افهمه تصب، فالنقص في هذا لدى التأمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي، إذ هو تغيير لذات الحرف، واللحن تغيير له بالوصف، فكل حرف رده لأصله وانطق به مكملا بكله، وحقق السكون فيما سكنا ولا تحركه كأنعم تهدنا، وهكذا المغضوب مع ظللنا ونحوه واللام أظهرنا. التنوين: والحرف لا يقبل تحريكين معا كضمين وفتحتين، ونحو بن وبن وبن تنوين، نون غدت يلزمها السكون مزيدة بعد تمام الاسم، وما لها من صورة في الرسم، في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفا، لا بعد فتح فقلبنها ألفا، إلا إذا ما هاء تأنيث تلت فمطلقا في الوقف حتما حذفت، من أجل ذاك لم يصور بالألف، ونحو ما أنقف عليه بالألف هذا، وهم قد صوروا التنوين في لفظ بنون رسمت في المصحف، وهو كأي وبنون يوقف عليه للرسم وبعض يحذف، والنون للتوكيد من يكونا، ونسف عن قد صور التنوين أي ألفا كما تصير وقفا، وهكذا إذا وأعني الحرفا. الهمزات: وهمزة تثبت في الحالين همزة قطع نحو أبيضين، وهمزة تثبت في البدء فقط همزة وصل نحو قولك النمط، تكسر في البدء من الأسماء وهي من التفتح كالأنباء، وكسرت في الفعل إلا أن يضم ثالثه ضما لزوما فتضم، وهمز وصل إن عليه دخلا همزة الاستفهام أبدل سهلا، إن كان همز أل وإلا فاحذفا، كأتخذتم أفترى وأصطفى، وآخر الهمزين إن يسكن وجب إبداله مدا كآت من طلب، كذا وأوتينا وإيتاء اعددا وأتمن أتون اتحال لابتدا. حروف المد: وأحرف المد ثلاث، الألف سكونها من بعد فتح قد عرف، والواو واليا ساكنين واليا كسرا تلت، والواو ضما وليا، والهمز والسكون للمد سبب إن وجدا من بعده وقل وجب، إن وقع الهمز به متصلا بكلمة وجاز حيث انفصلا، وإن أتى قبل سكون قد لزم في كلمة فالمد فيه قد حتم، وسو بين مدغم مثقل ومظهر مخفف على الجلي، وما أتى قبل سكون انفصل فحذفه حتم إذا به اتصل، إلا الذي تلاه تاء شددت لأحمد البزي فإنه ثبت، لأن الإدغام على المد طرى فلم يكن مثل الذي تقررا، وما تلاه ساكن قد عرضا للوقف فالتثليث فيه يرتضى مع السكون المحض والإشمام، وقصر مع الروم بلا ملام، وإن ترى الآخر همزا كالسما فالوقف مطلقا بمد حتما، وما تلاه مدغم لابن العلا
فهو كعارض فثلث مسجلا. وما تلاه مدغم الزيات ومدغم البز من التاءات يمد حتما إذ مع الإدغام قد منع الروم مع الإشمام. وبنو العلا يراهما فالمدغم لديه كالساكن وقفا فاعلموا. وما أتى من قبل همز غيرا أو ساكن كذاك فامدد وقصرا. ومد حجز بين همزين فصل فقصر وبعض عده مما ادصل. وما خلا عن سبب مما ذكر فهو طبيعي لديهم وقصر. حرف اللين والواو والياء إذا ما سكنا من بعد فتحة كقول غيرنا يسميان حرفي اللين ولا تمد إلا مع سكون وصلا. وثلثا مع عارض للوقف ومدغم لابن العلاء تلفي. وامدد ووسط مع لازم كعين مع أول المكي هاتين اللذين. والنشر سوى بين عارض وما لابن العلا وبين ما قد لزما. وقبل لازم أتى منفصلا فالواو ضم واكسر اليا موصلا. أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكامهم للنون ساكنة رسما وللتنوين. لدغام في أحرف يرملونا لا مثل بنيان ولا ينوونا. وتركوا الغنة مع لام ورا ومن يبقي معهما ما اشتهرا. لكن مع أحرف ينمو نبقي وأظهرا عند حروف الحلق. وتلك ستة تراها أولا ألا هدى عال حلا غاد خلا. وقلبهما من قبل باء ميما وأخف بالغنة تلك الميما. وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد. وأظهر الغنة بالتبيين من كل ميم شددت أو نون كقولهم هم وغم ثم ثم لكن إنهن عنهن فتم. الإدغام والنون من ياسين فاعلم مدغم في الواو بالخلف ونون والقلم. كذاك من طاسين عند الميم في السورتين فاستفد التعليم. وليس بعد النون راء ولا لام بكلمة ولا يجوز الادغام. لو وقع كالواو واليا حتما كذا بأنمار وينمو زنما ونحوها. وفي المحل وجهان حق كذاك في هنمرش وفي المحق. ويجب الإدغام في آمنا مني وعني قل ولا يحزنا. حكم الميم الساكنة إن تسكن الميم وجوبا أدغمت في مثلها وعند باء أخفيت بغنة. وعند باقي الأحرف قد أظهرت حتما على القول الوفي. وليحذر التالي من الإخفاء لها لدى الواو وعند الفاء. الأحرف المفخمة وفخما أحرف الاستعلاء. وتلك سبعة بلا خفاء يجمعها قذ خص ضغط وامتنع ظهور الاستعلاء مع كسر يقع. ومدعيه ناطق بالخلط للكسر بالفتحة وهو مخطي. وفخم المطبق منها أكملا الصاد والطاء أعجما أو أهملا. وفخم اللام من الجلالة من بعد غير الكسر والإمالة. وإن تفخم بعد ما أميلا أيضا يكن لديهم مقبولا. حكم الراء ورقق الراء ذات كسر مسجلا وذات تسكين تلت كسرا جلا مؤصلا في كلمة الراء وخلا من حرف الاستعلاء بعد موصلا. والخلف في فرق لكسر القاف وفرقة فخ بلا خلاف. وفي سكون الوقف رقق إن تلت كسرة نوم مال نويا سكنت. ولا يضر الفصل بين الكسر والراء بساكن كعين القطر. ورومها كحال الاتصال ولا تكررها بكل حال. وما خلت من موجب الترقيق فحكمها التفخيم بالتحقيق. حكم الألف الساكنة وما عدا أحرف الاستعلاء ولام لله وحرف الراء فرققنه مطلقا إلا الألف. فاحكم لها بما تلت كما وصف. ففخمنها بعدما قد فخما وبعدما رقق رقق فاعلما. وأطلق الترقيق فيها الجعبري ورده في نشره بن الجزري. وكان في تمهيده قد ألزما ترقيقها من بعد لام فخما. لكنه عن ذاك بعد رجعا وقال إن حكمها أن تتبعا. فلم تكن توصف بالتفخيم ولا بترقيق لدى التقسيم.
حروف القلقلة، وخمسة تسمى حروف القلقلة لكونها إن سكنت مقلقلة يجمعها قطب جد فوفي بها وبالغ مع سكون الوقف، لكن ما أدغم لن يقلقلا لكونه فيما يليه دخلا. إدغام المثلين والمتجانسين، وأول المثلين أدغم إن ورد ساكنا إلا أن يكون حرف مد، مثاله قد دخلوا وبلا لا كالذي يفي وقالوا ولا، واحكم لما تجانسا بمثل ما حكمت للمثلين حكما لزما. والمتجانسان نلت المعرفة ما اتفقا بمخرج دون صفة، كالذال مع ذا إنك إذ ظلمتم، والدال مع تاء إنك قد تركتم، والتاء مع دال وطاك آمنت طائفة ودعوى بعد اثقلت، واللام مع راء إنك هل رأيتم، بران قل رب فقيسوا وافهموا، لكن أتى الخلاف في يلهث لدى ذلك مع تجانس قد وجدا، وأظهرا سبحه معه قل نعم كذاك لا تزغ قلوب فالتقم. يئسن أظهر قبله يلائي، وإن حذفت الهمز قبل الياء منه لبزيهم والبصر، فاظهر وأدغم من طريق النشر، وأظهر اصفح عنهم والأكثر في مالي أهلك عني أظهر، والطاء في التاء من أحط أدغما، ومن بسطت وابق إطباقهما، نخلقكم أدغم بلا خلاف ولا تبق صفة للقاف. حكم لام أل، واللام من الأدغم النهافي نصف من الحروف دون نصف، فأحرف الإظهار ذا التركيب جمعك حق خوفه أغيب، بالقمرية التي قد أظهرت سموا وبالشمسية التي أدغمت، ولم تقع ذي اللام من قبل الألف وقبل همز الوصل كسرها عرف. أحكام الوقف، قد جعل السكون أصل الوقف فقف به حتما، وحيث تلفي محركا بالضم أو بالكسر رم، وأشم ميضا الذي تراه ضم، والروم الاتيان ببعض الكسرة وقفا، وهكذا ببعض الضمة، وضمك الشفاه من بعيد ما تسكن المضموم لشما مفهما، في عارض الشكل وميم الجمع لا روم ولا إشمام أيضا دخلا، كذاك هالتأنيث إن بالهاء أردت وقفا لا إذا بالتاء، فيها الضمير المنع بعد من كسر أو ضم أو أميهما قد اشتهر، يومئذ حينئذ في الوقف لا رومئذ التحريك عارض جلا، وكل ما حرك لا تسكنا وصلا وذا التنوين فيه نونا. تنبيه، والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعملا في أحرفي، فبهما للكل فقرأنا بالحتم فيما لك لا تأمنا، وشعبة أشم في لدني لدى كهف وعنه الروم فيه وردا، وكل ما أدغمه فتى العلا فهو كموقوف عليه مسجلا، فما يرى بالروم والإشمام وقفا يسوغ مع ذا الإدغام، لكن الإشمام مع الباء ومع ميم وفى حالة لدغام تنع، واشم بغير الوقف فيما ذكرا مقارن التسكين لا مؤخرا، وتم في نصف جماد الآخرة عام هدايات علي من ظاهرة، والحمد لله الذي من بما أرشدنا به وجاد كرما، ثم الصلاة مع سلام أبدا منه على الذي به الخلق هدى، محمد خير الورى والآلي والصحب ما تلا القرآن تالي. تمت المنظومة، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات دار الغوثان للدراسات القرآنية.